ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا لعبه الدكتوره، هي كبيره قوي، تنفع للولاد والبنات، ان شاء الله هتعجبكم. بصوا دي الادوات بتاعتها، الحاجات بتاعتها اهي. ترابيزة كبيرة هنحط عليها الأدوات. يلا نفتحها بقى، يلا نفتحها يا أصحابي.
صعبة يا صحابي، بعد بنركب داها طبعا فيها أدوات كتيرة. لسه معايا أصحابي. ودي نضارة العيون علشان طبعا لازم نلبسها كده عشان الدكتورة. الشاب ده بنفتحها كده عشان تدي للبريد البرشام، وتعلم الدواء برضو يتفتح كده عشان تدي المريض الدواء. احنا كده خلصت اللعب يا اصحابي، يا رب يكون اللعبة عجبتكم، اشوفكم في الفيديو الجاي، باي.